بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو دائما في السلسلة ديال فروض المراقبة المستمرة بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي المرحلة الثالثة الدورة الثانية الموسم الدراسي 2020-2021. إذا هنايا هذا الفرد كيخص مادة النشاط العلمي ليفي سانتيفيك. مدة الإنجاز ديال الفرد 45 دقيقة. هذا هو النموذج الثاني. كنت درت معكم النموذج رقم واحد، اللي باقي ما تفرجلوش راه كاين اللين في الديسكريبسيون يتفرجلو، وكاين كذلك نماذج في اللغة الفرنسية. اذا هاد لا فيديو دائما في قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. كنرحب بكم، اذا كنرحب بكل متتبع جديد انضم للقناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، وكذلك ادعوه للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلوه جميع الفيديوهات اللي كنقدم. ومرحبا كذلك بالمتتبعين الاوفياء للقناة، كنحبكم وكنشكركم جزيل الشكر على المتابعة الوفية ديالكم. اذا هاد لا فيديو لكم، مرحبا بكم. دونك اجوردي غادي ندير معكم فرد في ماده النشاط العلمي، فيه ثلاثه ديال الانشطه باللغه العربيه ونشاط واحد باللغه الفرنسيه. كنتمنى الامور تكون واضحه بالنسبه لكم، واي سؤال ما فهمتوش طولي الاسئله في الكومنتار، غادي نجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت. اذا اولا غادي نبداو بالنشاط رقم واحد، اللي هو السؤال: اصل بخط العلاقه الغذائيه بتعريفها المناسب. اذا النشاط رقم واحد عليه 4 ديال النقاط. غادي نسيلو العلاقه الغذائيه. اذا حنا عندنا 4 ديال العلاقات الغذائيه: التنافس، التعاون، الافتراس والتطفل. غادي نسيلها بتعريفها المناسب. داكوغ، بتعريفها المناسب. مزيان، عندنا التنافس، عندنا التعاون، عندنا الافتراس والتطفل. هنا علاقه منفعه بين كائنين، علاقه استفاده كائن على حساب كائن اخر، علاقة يتضرر فيها الطرفين، هي العلاقة الأكثر انتشارا في الوسط البيئي. إذا نبدأ أولا بالتنافس. التنافس هي واش هي علاقة منفعة بين كائنين. دونك التنافس هي ملي كيتنافسوا جوج ديال الكائنين حيين من نفس النوع على مثلا المسكن ولا المأكل ولا داكوغ. إذا التنافس هي علاقة يتضرر فيها الطرفين. داكوغ، يتضرر فيها الطرفين، يعني ملي كيبقاو يدابزوا على داك المسكن ولا على داك الغذاء، دونك يوقعوا جروح في كلا الطرفين، في كلا الكائنين، يعني علاقة يتضرر فيها الطرفين، الكائنين بجوج بهم. التعاون، التعاون هي علاقة منفعة بين الكائنين، هي علاقة منفعة بين كائنين، هي اللي عطيتكم مثال باللابي اللي هي النحلة مع الزهرة، هي علاقة منفعة ما بين الكائنين. الافتراس، الافتراس هي العلاقة الأكثر انتشارا في الوسط البيئي، أكثر علاقة منتشرة في الوسط البيئي هي الافتراس، مفهوم؟ ثم التطفل أخيرا هي علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر. إذا التنافس هي علاقة يتضرر فيها الطرفين، التعاون هي علاقة منفعة بين كائنين، الافتراس هي العلاقة الأكثر انتشارا في الوسط البيئي، والتطفل أخيرا هي علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر، مفهوم؟ ودابا غادي نكونوا ربحنا 4 ديال النقاط في هذا النشاط رقم واحد، دام كل سهولة. الآن غادي نمروا للنشاط رقم اثنان، انتبهوا معي. دونك النشاط رقم اثنان: أحط بخط التعريف الصحيح للتوازن البيئي. شنو غادي ندير؟ غادي ندور على ماذا؟ على التعريف الصحيح، على التعريف الصحيح ديالاش؟ ديال التوازن البيئي. ماذا نقصد بالتوازن البيئي؟ إذا ألف: التوازن البيئي هو التوازن بين المكونات الإحيائية فقط. باء: التوازن البيئي هو التوازن بين المكونات الإحيائية والمكونات الغير إحيائية. جيم: التوازن البيئي هو التوازن بين المكونات الغير إحيائية فقط. إذن الإجابة الصحيحة هي واضحة، وهي الإجابة باء، يعني التعريف الصحيح للتوازن البيئي هو التعريف الثاني، هو التوازن بين المكونات الإحيائية والمكونات الغير إحيائية. يعني يجب أن يحدث توازن كذلك ما بين المكونات الإحيائية والغير إحيائية باش يحدث لي التوازن البيئي في الطبيعة. داكوغ، سي تخي بيان، وكنكون ربحت نقطة. اون باس مانتونو ا ليكزارسيس 3 أو بيان لاكتيفيتي 3. كومبليت لو باراغراف افيك لي مو كونفونابل. دونك هاد لو باراغراف هو هذا، غادي نكملو باش بهاد الكلمات هادو. عندي ثلاثة ديال الكلمات وثلاثة ديال الفراغات: فيفونت يعني الحية، ميليو اللي هو الوسط، كومبوزونت يعني المكونات. ليكوسيستيم، شنو هو ليكوسيستيم؟ هو الوسط البيئي. ليكوسيستيم اي لو ناتوريل او اون تروف لي كومبوزونت اي دي كومبوزونت. دونك ليكوسيستيم اي لو ميليو، لو
milieu. Le milieu. L'écosystème est le milieu naturel. Yani, الوسط البيئي هو مكان طبيعي. D'accord? Où on trouve des composants. فين كنلقاو مكونات. مكونات. Donc, ضربنا على milieu. مكونات إحيائية. Vivant. Et مكونات غير إحيائية. Et des composantes. Composantes. Composantes non vivantes. Donc le paragraphe a dit comme l'écosystème est le milieu naturel. الوسط البيئي هو مكان طبيعي. فين كنلقاو المكونات الإحيائية. يعني يضم المكونات الإحيائية والمكونات غير الإحيائية. صافي. Et المكونات غير الإحيائية. Et des composantes non vivantes. صافي. C'est très bien. ودابا غادي ندوزو للنشاط الرابع والنشاط الأخير. D'accord. النشاط الرابع هو النشاط الاخير. مزيد. النشاط الرابع عليه جوج نقاط. اجب بصحيح او خطا. اذا هنايا غادي نجاوبوا فقط بصحيح او خطا. داكوغ. اذا كانت العباره صحيحه نكتب صحيح هنايا. اذا كانت العباره خاطئه نكتب خاطئه هنا. اذا العباره الاولى توجد في الوسط البيئي المكونات الاحيائيه فقط. اذا شنو كتقول لي هذه العباره؟ بان الوسط البيئي هو وسط مثلا طبيعي ولا كذا يعيش فيه او تعيش فيه فقط المكونات الاحيائيه يعني الكائنات الحيه فقط، ما كاينينش مكونات غير احيائيه. اذا هنايا هذه العباره خاطئه بكل وضوح. دونك خطا. اذا هي عباره خاطئه. توجد في الوسط البيئي ما كتوجدش غير المكونات الحيه. اذا الجواب صحيح. توجد في الوسط البيئي مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية. صافي. تتفاعل فيما بينها ليحدث التوازن البيئي. العبارة الثانية ترتبط المكونات الإحيائية فيما بينها بعلاقات غذائية داخل وسط بيئي. إذا اش كيقول لك هذه العبارة هذه؟ أعيد القراءة. ترتبط المكونات الإحيائية فيما بينها. إذا هذه المكونات الإحيائية يعني الكائنات الحية كترتبط فيما بينها بعلاقات غذائية داخل وسط بيئي. إذا هذه العبارة عبارة صحيحة. لماذا؟ لأنه هذه المكونات الإحيائية لكي يحدث التوازن يجب أن تتفاعل ويحدث علاقة بينها وبين كائنات أخرى ليحدث هناك توازن وبالضبط علاقات غذائية. إذن عبارة صحيحة. إذن صحيح. العبارة الثالثة التعاون هو علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر. إذن التعاون هو علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر. واش هي صحيح؟ هنا عاد شفنا الفوق. نرجعو نشوفو. هنا عاد شفنا هنايا. شفنا بأنه التعاون هي علاقة منفعة بين الكائنين. علاقة منفعة يعني كينتفع طرفين بجوج. علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر هذه راها التطفل وليس التعاون. صافي. إذا هذا هو التعريف ديال التطفل وليس التعاون. إذا هي عبارة خاطئة. مفهوم. هنايا التعاون هي علاقة منفعة بين الطرفين أو بين كائنين. أما بالنسبة لهذا التعريف فهو تعريف التطفل. داكوغ. التطفل هو علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر. مزيان. إذا هي عبارة خاطئة. العبارة الرابعة والأخيرة لا يؤثر تدخل الإنسان على التوازن البيئي. شنو كتقول لنا هذه العلاقة هذه أو هذه العبارة هذه؟ كتقول لنا بأن الإنسان لا يؤثر على التوازن البيئي ولا يؤثر على الطبيعة. داكوغ. حنا قلنا بأن الإنسان كيأثر بشكل كبير على الطبيعة حيث أن هناك عوامل بشرية من صنع الإنسان تؤثر على التوازن البيئي. نذكر منها مثلا الحرائق، نذكر كذلك الصيد الجائر، نذكر كذلك القنص الجائر، الرعي الجائر. إذا مجموعة من السلوكات من صنع الإنسان تؤثر على التوازن البيئي. إذا هذه العبارة عبارة خاطئة. إذا خطأ. خطأ. إذا لا يؤثر تدخل الإنسان على التوازن البيئي، بل بالعكس يؤثر تدخل الإنسان بشكل كبير على التوازن البيئي. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم وكملت الفرض. حظا موفقا للجميع. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. ما بقى لي إلا نودعكم ونذكركم بالاشتراك ودعم القناة باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات إن شاء الله، ونزيدوا نرقيوا المحتوى الهادف. كان معكم الأستاذ محمد المخلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.